ندي واحد الاستفادة الكتاب. مرحبا بالجميع. نهضروا شويه على هادشي ديال لي سونتر دابيل وغنحاول نجاوب على واحد الاسئله اللي كيجيوني بزاف اون بريفي. وبيان ايفيدامون الا عندكم اسئله مرحبا على الراس العين. الا عرفت راه غادي نجاوب، ما عرفتش نقول لكم ما عرفتش. كيف ما تيقولوا العلماء، نصف العلم لا اعلم. الانسان اللي عارف يقول ما عرفش يقول ما عرفش ويبقى مزيان مع الناس، ما بقاش يخربق على عباد الله. مرحبا بالجميع، مرحبا. نتسنى واحد جوج دقائق ولا ثلاث دقائق لما يتجمعوا الاخوان. Vous pouvez inviter, vous pouvez taguer, il n'y a pas de problème. Vous pouvez partager sur les groupes, sur vos pages respectives, il n'y a pas de problème. Marhaba la rasoul aïn. Sinabil, marhaba. Marhaba, marhaba bjamé, marhaba. Marhaba, alf marhaba. J'espère que narkom daz mzyan. كليشو كاملين اليوم ماكت بروري، ياك حنا في كازا اليوم عرقنا ماكت بروري والحمد لله رزق ربي الحمد لله. كومون جو بو ابروند لا لونغ فرونسيز كوريكتومون اختي عزيزه؟ سي جوستومون لو سوجي دو سو لايف اوجوردي. بقاي معايا اختي عزيزه، ما تزابيش ان شاء الله، غادي نحاول نجاوبكم على السؤال قدر المستطاع. نحاول نعطيكم واحد لي تكنيك، مي واخا نضل نعطيكم لي تكنيك، الا ما كانش واحد شويه ديال لونفي من عندكم من الداخليه ما غادي يكون حتى شي حاجه. قول لي عافاكم واش الصوت مسموع مزيان؟ اللي كيسمعني قول لي واش الصوت مسموع مزيان ولا لا. بارطاجي اخو المواطن، بارطاجي 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 توصل للمسؤولين، راه ما يمكنش نبقاو صابرين على هاد الحاله هذه. كاين البرد اليوم صراحة، مي الحمد لله خير مولانا. أول سؤال غادي نحاول نجاوب عليه هو ماشي سؤال أون فيت، بحال قلت واحد لا غومارك داروا لي بعض الإخوان وكنشكركم على هاد لا غومارك حيت سي تخي بون غومارك. قالوا لي علاش في اللايف تتهضر بالدارجة وما تتهضرش بالفرونسي؟ وهي صراحة ملاحظة في محلها، حيتاش السيد اللي قال هاد الملاحظة أنا جو سوي سيغ كو قالها بنية حسنة، حيتاش أوني دون أن جروب اللي كيتعلق الأمر بسونتر دابيل، وبيان إيفيدامون الناس اللي جاو هنا كلهم كيبغيو يستافدو كياخدو أون بارطاج الخبرات ديالنا مع بعضياتنا ولي زيكسبيريونس، و أون ميم طون أون أبخون اللي عندو شي معلومة ينيزيت با بارطاجيها مع الإخوان. فوالا دابا قال لي من الأحسن نبقاو نديرو لي لايف أون فرونسي أ 100%. انا متفق وفكره زوينه، ولكن فو با اوبليي كو كاين بعض الناس اللي عندهم مشكل كبير في الفرنسي، ولا بقيتي تهضر غير بالفرنسي يفون زابي ما غاديش يتبعوا معنا كلشي. سي بور سا كو جيسي او ماكسيموم دو جونغلي ان بيتي بو كلمه بالعربيه كلمه بالفرنسي، وكنحاول ما امكن ملي نهضر مثلا الا قلت شي جمله بالفرنسي ولا شي كلمه اللي عارف مثلا واحد عدد كبير يقدر ما يفهمهاش، كنحاول ما امكن ندارك ونترجم. و جو بونس كو هذه طريقه احسن لسببين. السبب الاول هو اننا اولا تنخاطب انا الشعب، يعني كنخاطب واحد البوبليك كي ماروكان، اللغه الام ديالنا هي الدارجه ماشي الفرنسيه، هذه من جهه. من جهه ثانيه اللغه تتبقى اداه تواصل، سي ان اوتي دو كومونيكاسيون افون تو. دونك دو مومون كو لو ميساج يل باس سي بون، اهم شيء هو المعلومه توصل، هي الميساج اللي باغي توصل يوصل بو امبورت لا لونغ. راه كتعرفوا الناس كيكونوا بيناتهم اصدقاء ولا جروب ديال الاصدقاء بيناتهم تيهضروا بديك سكون ابيل الغوص، تيقول لك الغوص كيهضروا بالغوص بيناتهم، بما انهم هما بيناتهم تفاهموا صافي، راه هذا هو الاهم، هذا هو الاهم، حيت الاصل من التواصل هو ايصال المعلومه، والاخر تيدير لك واحد لاكوزي دو ريسيبسيون انه وصلات المعلومه وكيعاود يرد عليك، هذه كتسمى اون كومونيكاسيون كوريكت. مي كون جو بارل ا كيلكان وبغيت نوصل ليه معلومه واختاريت لو موفي سيستيم او بيان لو موفي مويان دو كومونيكاسيون وما وصلاتوش المعلومه، جي بو اوتيليزي لي ميور تيرم كي اكزيست سور لا بلانيت، سي جامي مون ميساج نو باس با ا كوا بون. فوالا دونك جيسبر كو سي كلير. دونك كنحاول ما امكن نهضر بالعربيه بالدارجه
وشويه الفرونسي باش حتى شي واحد ما يزابي بوغ اتيري لاطونسيون ديال الناس اللي كيتفرجوا حيتاش الا بقيتي غادي في ان ريتم واحد سورتو كون تو بارلا بلوزور بيرسون وكل واحد المستوى ديالو كل واحد الاشغال ديالو كل واحد يعني ليطا ديسبري اللي كيتفرج فيها دونك خصك ما امكن تبقى تزابي سي بور سا كو مره مره خصك تطلع لو فوليوم مره تهبط مره tu accélères un petit peu مره تدير اون بتيت انيكدوت شي نكيتا لعيبه بحالك HTB مهدي شي ديديكاس ديديكاس خويا HTB مهدي تي ان كونسي لا كنت اخويا كونسي عصام السناني ماجوريل كو جو بونس دو ماجوريل دو مومون كو جي ترافايي بوندون 3 ans à Fond Group anciennement اللي هي دابا حاليا ماجوريل انا بالنسبه ليا ماجوريل خصها تسمى جامعه هادي راه قلتها في اللايف اللي فات غنعاود نقولها حيتاش الجامعه سميت الجامعه لغه لانها تجمع الناس من جميع اطياف المجتمع من جميع شرائح المجتمع وانا بالنسبه لي ماجوريل سي صح جامعه حيت كتلاقى فيها جميع انواع ديال البشر و سي اون اكسيلونت ايكول دو في tu te développes que ça soit sur le côté personnel comme sur le côté professionnel تتعلم شي حوايج اللي كيرجعوا لك بالفائده كتولي تعرف تتعامل مع بنادم كيفاش تهضر مع طون ريسبونسابل هيراركيك كيفاش تهضر مع ان كليون كو تكوني با كو تو ناس جامي في وكيفاش تتعامل مع الناس اللي معاك les conseillers, qui fait que tu aimes le formateur, qui fait que tu aimes le RH. Donc, c'est une excellente école de vie. Pourquoi on trouve des difficultés à comprendre les romans de littérature? Bah, c'est tout simplement parce que généralement, les gens qui écrivent un roman, شعراء ou الأدباء بيناتهم تحاولوا ما يمكن يبقاو عيقوا على بعضياتهم والكاتب ولا الشاعر فاش كيبغي يكتب الكتاب استغرق ليه واحد عام ونص العامين ديال الخدمه راه ماشي جورنال ديال le 30 janvier مكتوب le 29 janvier كتبين لكم هو le 30 janvier c'est pour ça que كاين فرق كبير وشاسع بين ان جورنال ولا ارتيكل ديال 4 دريال مع ان رومون وحاجه اخرى لي رومون اللي جنقراو غالبا تيكونوا ديال 17 18 19 سيكل c'est pour ça que la langue في هذاك الوقت ماشي هي ديال دابا كذلك في اللغه عندنا في الدارجه وفي اللغه العربيه اللغه ملي كترجع لها الاصل ديالها تلقى فيها صعوبات حيت كان هذاك اصل المنبع وكل ما تنتقدموا كل ما الثقافه تتطور تيدخلوا شي كلمات وكيترومبلاصاو كاين شي كلمات اللي كيكونوا تيستعملوا في واحد الزمان ما تيبقاش صالحين في هذا الزمان وكيجيو شي كلمات جداد اللي كيوليو صالحين في هذا الزمان ما بقاوش بكري ما كانوش كيستعملوا شحال هادي وكاين التلاقح الحضاري اللي مثلا الثقافه ديال المغاربه فاش تكروازات مع الثقافه ديال الاندلس فاش تكروازات مع الثقافه الفرنسيه خلال الاستعمار فاش مع الاتراك مع افريقيا جنوب الصحراء الى اخره الى اخره اخ ولهذا اللغه تتطور اللغه كتطور ما كتحبش صعيب تكونتروليها وتخليها في واحد الاطار ضيق ولذلك اللغه ديال القرن 21 ماشي ديال 20 ماشي ديال القرن 19 واش دابا غير في التسعينات الا قلتي لصاحبك قلتي ليه واش غايقول لك اش كتقول ولكن دابا كاع المغاربه وكذا يقول لك واش يقول لك الساط وفين هادشي ما كاينش حال هادي فهمتوا يعني اللغه تتطور وحاليا الا رجعنا مثلا للقرن 19 وحطيتي شي واحد وقلتي ليه سير لباري وقول لهم جو فو انفايي ان تيكستو وسير تفسر لي باريزيان ديال 19 20 سيك سي كوا ان تيكستو ما غاديش يفهموه وتعيا ما تفسر لهم امبوسيبل يفهموه ولا قول لهم جو شيرش لا كونيكسيون ا دي اس ال يبقى يشوفك ولهذا خص الانسان يفهم الثقافه اللغه هي امتداد للثقافه والثقافه شنو هي هي بزاف فيها بزاف ديال لي بوين منها التطور الحضاري منها التطور التكنولوجي منها الاشخاص منها الحروب منها شحال يعني بزاف منها اعلام منها ثقافه منها شعر منها كلمات من كتب موسيقى رقص هادشي كامل داخل في الثقافه والثقافه عندها اقتران وطيد باللغه والقوم اللي كيمشي مزيان واللي كيتطور هو اللي يعني كيكون عنده واحد العنايه فائقه باللغه ديالو J'espère que j'ai un bon choix, Nabil. Ton avis à propos de mon job El Jadida, je suis Marfchash, je suis en anglais, je suis en centre d'appel. Quand je suis en anglais, je suis en français, je suis en anglais, je suis en anglais, je suis en vidéo, je partage avec vous ce soir. L'aura, que je vais vous dire, c'est ça. Il a que tu as fait avec l'insel réel avec le téléphone. Il a que je vais vous dire, je pense que c'est un niveau. ما كي حيت دابا ما يمكنش تجاوب واحد تيقول لك انا مون نيفو اي لي مويان وكيجي واحد اخر تيقول لك انا مون نيفو اي لي مويان كيجي واحد اخر كيقول لك مون نيفو اي لي مويان
niveau il est moyen, c'est un jugement qu'il donne qui est subjectif, il n'est pas objectif. Ou dire un jugement objectif sur le niveau de tout un chacun, moi je pense qu'il faut leur faire un test ou bien une entrevue. Donc, les gens ont dit là, j'ai dit, oh, il y a un niveau moyen en français. En gros, moi je vous dis, je vais vous le même test. Maintenant, je vais vous dire, ou les gens, la note, je vais vous dire, quand même, je vais vous dire, mais moi, je vais vous dire, mon niveau il est moyen, ou attaché un test qui est moyen, ou j'ai fait 21. Je vais vous dire, ton niveau il n'est pas moyen. Donc, ملي بنادم كيسولني تيقول لي اخويا راه جي ان نيفو مويان اون فرونسي اش كنقول ليه كنقول ليه الله يجازيك بخير وبزاف الناس كيجيو يهضروا معايا في بريفي وصافي بليزير حيت سي اون كونسيديراسيون او كو جو ريسبكت وعلى راسي وعيني تنطلب منهم حاجه وحده كنقول لي داكو خويا دابا انت مقبل على انك تخدم في سونتر دابيل تيقول لي وي نقول لي مرحبا سونتر دابيل اخويا غادي تدفع ليه السي في وغادي يعيطوا لك بوغ ان اونتروتيان دونك ملي غتمشي دوز لونتروتيان راه ما يمكنش تبقى تشوف فيه مكروز يديك ولا الا سولك سؤال وما غاديش تجاوب دونك شنقول ليه شنقول الله يجازيك بخير الا كنتي فريمون باغي تخدم صيفط ليا ان ميساج فوكال دير فيه اون بريزونطاسيون انا ملي غادي نسمع لا بريزونطاسيون ديالك في لو ميساج فوكال جو بو افوار اون ايدي سور طون نيفو واش الي بيان الي با مال الي اسي بيان الي با بيان دو تو دونك هادي شنديرها مع كاع الناس اللي كيدوم معايا في بريفي وماشي باش نصدرو ولا باش نطيح منه لا بالعكس الا انت خفتي غير مني انا اللي بحالي بحالك وما رابح معاك حتى شي حاجه وبغيت غير نعاونك وقلت لك صيفط لي ان ميساج فوكال دير فيه اون بريزونطاسيون وبقيت نفكر وشحال من وحدين ما بقاوش عاودوا جاوبوني كاع ما يمكنش انا نبقى نغلونسيك راه انت اللي باغي تخدم ماشي انا دونك انا جيتي عندي على راس العينيه راه نعاونك ولكن انت تعاونني باش نعاونك دونك ملي جي عندي تقول لي عافاك بغيتك تعاونني في باش ندوز لونتروتيان مزيان غنطلبش منك حاجه اللي هي معقوله وماشي شي حاجه اللي صعيب دونك الا ما بغيتيش هذيك حاجه اخرى حيت كاين الفرق بين انك تكون باغي وانك الفرق تكذب على راسك بانك غير باغي راه كاين فرق كبير كاين اللي كيقول لك باغي نخدم ولكن ما تيديرش ان ايفور باش يوصل راه نعطيكم مثال بسيط شي لونفي هي كلشي الا عندك لونفي راه غتقدر دير شحال من حاجه ولا ما عندكش لونفي راه ما عندكش لونفي الا كنتي كتموج بالجوع الدار ما فيها ما يتكال ما عندك لونفي باش انك تاكل غادي تخرج غتبقى تقلب وتضرب 70000 كيلومتر وتسول هنا 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 وتدبر على راسك واخا ما عندكش فلوس تقدر اما تسلف ولا تطلب ولا تعاود شي لعيبه تعاود فيها البيع وتلقى باش تشري الماكله وتاكل وغادي ترشاه في حين ان الا ما عندكش لونفي واخا تكون تكي في الفراش ونجي نحط لك مال الدواء طاب في الطبصيل قدامك ما غاديش تاكل حيت ما عندكش لونفي سي تري سامبل الا عندك لونفي راه غادي توصل ما عندكش لونفي ما غاديش توصل كيما تيقولوا كون اون فو اون بو ملي الانسان تيبغي يوصل لشي نقطه راه تيوصل ليها سيغت يقدر يكونوا عراقي يقدر يكونوا صعوبات يقدر يكونوا منغصات يقدر يكون شي وحدين يضايقوك ما هذه هي الحياه خصك افونتورا وتزعم داكور دونك الانسان اللي باغي يخدم il se donne les moyens pour y arriver واللي ما باغيش كاين اللي غير كيبقى يقول ديك اللعبه راه ما لقيناش خدمه قدام دارهم باش يجوستيفي لدارهم انهم ريح شاد الكوان وشاد بيت ولا شاد سداري في الصالون معمرو تقول اه ما لقيناش خدمه وقرينا ودرنا وكذا وخدموا هنا والدوله ما بغاتناش نخدموا وكذا سيغت متفق معاك كاين بزاف ديال المسائل ما راضينش عليهم مي اللي باغي راه باغي كنعرف انا شي وحدين عندهم ماستر وخدام اجون سيكوريتي 2600 درهم في الشهر ماستر كاين اللي عنده ليسونس مي هذاك فريمون دفع ما لقاش بتات كو عنده شي مشكل ماشي في لي كومبيتونس مي في لا مانيير دي اريفي كاين اللي ما كيعرفش يمشي يقلب على خدمه راه تقدر تجيك بيت ولكن راه بصح كاين اللي ما كيعرفش يقلب على خدمه دون نو دي بيتي رومون فاسيل ا كومبروندر اختي سيلين ال صراحه ما نقدرش نقول لك دابا sur le champ mais نقدر ندير لك une petite liste mais ce que je conseille aux débutants اللي بغاو يتعلموا اللغه الفرنسيه كيف ما قلت لكم في لو لايف بريسيدون حاول ما امكن تيوتيليز لو ماكسيموم دو ميموار بوسيبل دونك tu utilises la mémoire auditive دونك حاول ما امكن تسلط اللغه الفرنسيه وحاول تشوف دي دوكيومونتير وافلام باللغه الفرنسيه وحاول تقرا باللغه الفرنسيه j'envoie une lettre dans une bouteille à la mère ou par pigeon la dictée La dictée, c'est un très très bon exercice. Mais, il y a des gens qui sont très forts en écrit, en français. Mais il faut savoir qu'en centre d'appel,
c'est plus l'oral qui compte. C'est plus l'oral, et je dis bien l'oral. Donc, tu as beau être très fort en matière d'écriture en français, mais tu as des lacunes quand il s'agit de parler oralement. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est tout à fait normal, on peut comprendre, parce qu'on est marocain, on n'est pas français, je le dis et je le répète, mais pour pouvoir parler d'une manière fluide, il faut absolument pratiquer la langue. Il ne s'agit pas que du français, c'est valable pour toutes les langues. D'ailleurs, c'est valable pour tous les acquis. Il est un challenge. أول نهار شريت بيكالا وعمرك ما مسكت بيكالا راه من المستبعد جدا انك ما تطلع فوق منها تمشي بها من المستبعد ضروري غادي تركب في الاول وغادي تطيح وماشي الا طحتي تقول صافي انا بيكالا ما نتعلمش لها ما عمرني ما نتعلم لها هذا خطا نعاود نرجع لكم ليكزومبل ديال لاكورد مونطال داك الحصان اللي ربطوه مولاه مع الشجره بغى يهرب المره الاولى المره الثانيه صافي واستقر في الذهن ديالو انه ما عمره ما يقدر يهرب واحد النهار نساليه القنب ومع ذلك ما مشاش هرب حيت tout simplement il s'est convaincu qu'il ne pourra pas le faire. Or c'est faux, il faut pas faire ça. بغيت هدى بغيت نسولك واش on peut équilibrer entre le boulot dans un centre d'appel les études واش من centre d'appel تنصح به une débutante. اختي هدى ça dépend de tout un chacun. حيت si jamais tu fais une formation qui te demande d'être c'est un cours présentiel عندك تمنيت مع juste je vois mal comment tu pourras faire concernant le métier de centre d'appel. Ce sera difficile. Parce que tu connais présente le cours ou tu connais présente en même temps le khidmat. Ce que je propose en revanche, si jamais, bah d'abord, ma dictée de zitf l'karaïa ou ma souhait de l'karaïa, donc ma chaîne s'habille le master ou s'habille le bac plus 4, tu as qu'à un de mouch, le farah, tu as qu'à un de mouch, le farah, tu as qu'à un de mouch, le farah, tu as qu'à un de mouch, il est que tu as première année ou deuxième année, mais l'ahsan, تبع قرايه الاولى حتى تحس براسك بديتي كتقدر توافق بين الخدمه والعمل وبديتي وقت الفراغ اكثر à ce moment là tu pourras penser à travailler mais il faut jamais que l'emploi ou bien le travail puisse perturber tes études حيت les études priment le travail tu as tout le temps devant toi pour travailler غادي تخدم غادي بغيت تضرب التمار غادي تضرب التمار وباقي لك حتى 60 عام باش تضرب تمار مي باغ كونتخ القرايه عندك واحد السنوات اللي غادي تقدر تحصل فيهم التحصيل العلمي ما حدك تزيد فلاج والدماغ كيولي كيلقى صعوبه واحد لا ريزيستونس بارابور ا لابرونتيساج ما حد الانسان تيكبر فلاج ولابرونتيساج كيصعب ولهذا قال العرب قديما التعلم في الصغار كالنقش على الحجر واضح اختي هدى à part langue, chnou akhor tihtajou bach tkhdem f centre d'appel. Khti Rizlan, tihtajou njikm Allah, tihtajou CV w nuskha t sawabiq w tsawr photocopy l lakar. Hadou bnisba l lora. Bnisba l ce qui concerne l'entretien, ce qui te présenter f l'entretien, tcharfi tchedri, il soulouk tcharfi tjawab. Donc khassek wahed niveau chouya mzyan f France. W naoud naakkad ki bazou bzaf ala la prononciation. Donc il faut absolument faire des exercices de prononciation. حاجه اخرى il faut éviter de rouler le r راه قلت لكم حنا مغاربه عندنا لافونتاج اننا كننطقوا حرف الراء وعندنا لافونتاج اننا كننطقوا حرف الغين غاء ولي فرونسي كيستعملوا حرف الغاء وما كيستعملوش حرف الراء الصبليون والطاليان كيستعملوا حرف الراء لي زالمون كيستعملوا غير حرف الغين ولذلك حاول ما امكن ملي تكون جات تهضر ما تبقاش ترولي لو ار حيت حنا في الدارجه عندنا تنقولوا الباطوار لابوراتوار الاخ تنقولو برا باللغه ديالنا ولكن ملي تكون في باغي تخدم في سونتر دابيل ترد معاها البال حيت شحال من واحد صعيد بهذه النقطه كومون جو بو جيري لو بلوك كي اريف لور دون ديسكوسيون اورال اولا اختي سيلين سميتك سيلين واش شي فرنساوي ولا مغربي اختي سيلين لو بلوكاج سي ان تروك بسيشيك اولا بور ايفيتي لو بلوكاج il faut absolument maîtriser la chose. دابا انا مثلا واخا نبان لك تنهضر بطلاقه وما كنبلوكيش ولا كذا ولكن الا غدا قلتوا لي دير لنا اون بريزونطاسيون على لا بيتروشيمي ولا على لا فيزيك كونتيك ولا على الشعر الجاهلي ان دومين كي ميت ان كونو راه جي بو اتر ان بو بارلور جي بو افوار لا تشاتش Quand tu maîtrises pas, tu vas bloquer. C'est simple. C'est comme bonjour. Mais
سي با ميغاكل راه داكشي 1 زائد 1 كيش عطاك 2 ما تعطيكش 4 وما تعطيكش 0 عطاك ديما 2 دونك il faut absolument bien préparer pour l'entretien tu dois bien préparer ton entretien c'est tout à fait normal tu dois devoir savoir te présenter savoir mettre en valeur tes acquis yani tes études tes compétences tes diplômes peu importe même les stages بزاف الناس يقول لي انا ما عنديش اكسبيريونس ملي تنسولو تيقول لي لا راه دوز جوج ستاجات كنقول لي خويا ما الستاج ماشي اكسبيريونس C'est une expérience. Qui veut même qu'on a de l'expérience, c'est une expérience, il faut savoir la mettre en valeur. Tu sais, qu'il veut que tu puisses bien, tu peux demain faire un tabarin, mais tu peux que les gens aient l'envie d'un homme de s'entendre. Ces questions, je vais te dire qu'on fait le live. Il faut avoir l'envie pour travailler et il faut donner l'envie à la personne en face de vous recruter ou là, au moins de vous écouter. Parce que l'insane est en face lors de l'entretien, tu dois lui donner envie de t'écouter. Imagine, mets-toi à la place du recruteur, il reçoit entre 20 et 30 personnes par jour, je dis n'importe quoi. Alors, mais il ce qu'on appelle le marketing le top of mind. Non, le top of mind. Il est comme qu'il est régulier Mercedes, qu'il est régulier Audi, qu'il est régulier Peugeot, qu'il est régulier Renault. Les études marketing, fais-je qu'il donne un questionnaire, tu me dis que. Quelle est la marque de voiture que tu connais? أول marque que je suis, je ne sais pas si je suis un homme qui est Mais c'est ce que je suis dit. Je suis dit comme top of mind. Donc, c'est top of mind. Ou c'est ce que je suis top of mind dans le recruteur. Le recruteur me dit 20 ans, 30 ans, à la fin de la journée, il me dit son responsable à lui. Je lui dis Flan ben Flan, il m'a marqué. Et je lui dis gal ou gal ou gal. Ou la manière dont il parle, je lui ولا لا مانيير دونت اي اسي عجبتني ويل ما كابت دونك هادشي عقلو عليه بزاف خصك تدخل عند ريكروتور تضاقو كيفاش تضاقو ماشي تضاقو تقولوا انا حبك اللعيبات لا خصك تضاقو دون لو بون سونس بمعنى ان تي دو ماركي سون اسبري من فلافان جورنا يقول واحد السيد جا عندي دار طاقيه كري واش بها عنده داير واحد اللحيه واخا ما عقلش على البروفيل ديالك إلا سولتي يقول لك شنو الدبلوم اللي عنده يقول لك ما عقلتش مي عقلت بان داك السيد شد لي لاطونسيون ديالي هادشي اللي خصكم توصلوا ليه في لونتروجيان خصكم توصلوا لهادي لونتروجيان وباش توصل لهادي اولا تي دو اتر اليز تكون ترونكيل تكون ميتريزي لو سوجي ديالك بيان ايفيدامون لا بيرسوناليتي ديالك تيز اكسبيريونس اي طون سي في تي دو ميتريزي سا او جو بونس با كو كاين شي واحد اخر يقدر يميتريزي هادشي في بلاصتكم ودابا تخيل معايا تقول لشي واحد سي سير اخو الله حدك دوز لي لونتروتيان فلاسي واخا يكون هو ماكرون الرئيس ديال فرنسا ونصيفطو لونتروتيان يقول لي بونجور جو مابيل عبد الحق العلاوي ما غيعرفش يبريزونتيني انا حيت ماشي هو انا تو سامبلومون جو سوي ماروكين مي جادور سو بريم كومون بوتون اميليوري لا برونونسياسيون كومون جيري لو ستريس دونك بور جيري لو ستريس انا قلت لكم اولا Faut maîtriser. Dès que tu veux te présenter, tu sais te présenter. Tu comptes d'abord. D'abord, le médecin ou le chirurgien, tu sais te faire. Qu'est-ce qu'il veut dire? Pour te faire la chose, tu comptes te faire même bien. Mais même qu'est-ce que tu fais si tu as une chose que tu ne fais pas? C'est une drame impossible. Deuxième chose, dis à toi que cette personne qui est en face de toi, elle est pas comme toi. Elle a un peu plus que toi. Elle a un peu plus que toi. Elle a un peu plus que toi. Elle a حيتاش هو كي عنده شويه ديال لو شوا غيختار بين بزاف انت لا انت خصك تبين انك انت هو احسن واحد فهادوك اللي غيدوزو خصك تبين وباش تبين ليه خصك انت اصلا نهار لونتروتيان هاد الفكره تبقى تعاود وتعاود 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 انا احسن واحد غيدوز لونتروتيان انا احسن واحد غيدوز لونتروتيان ما كاينش اللي غادي ينجح في بلاصتي ما كاينش اللي غادي يقبلوه من غيري انا واي واحد غيدوز معايا لونتروتيان ما غيبانش قدامي غنكون انا احسن واحد تبقى تقولها وتعاود وتقولها وتعاود وتقولها وتعاود وتقولها وتعاود وتقول انا الريكروتور كيف ما بغى يكون نوع واخا يكون قاري باك بلوس 28 وسولني شي سؤال من مجره التبانه غادي نجاوبو غنحمر فيه وغادي نجاوبو بلا باقه وغادي نسكتو ما نخليش ليه فيني تفندل هادشي الفكره خصك تدخلها مزيان لدماغك حيتاش كون توي كونفانكو تو دوفيان كونفانكون كونفانكون مي با كون يفو اتر كونفانكون يفو اتر كونفانكو بور اتر كونفانكون حاجه اخرى il faut être positif الا جاب الله ما تيسراتش لك القضيه سي با لا فان دو موند واش كاين غير هذيك الخدمه في العالم لا ما كايناش غير ديك الخدمه الله الخدام يمشي واحد ويجو 10 دونك ما جابش الله تيسير باش يقلب على حاجه اخرى
et dis-toi, il faut toujours être positif. Je dis, je goal. Ma tqbeltch, mzyan. Nsartha ndouzha bghi met le match, je goal, walakin tعلمت. Ha fin j'ai gaffé, l'entretien. Qelt hada l'aïba li ma kanch khassni ngoulha. C'est simple. Donc, واحد القضيه, tfekkerch ha daba. Qui dit tu goal qui bonjour, je me présente, j'ai et malheureusement, j'ai pas d'expérience. M'amrak, tu employais des termes négatifs. Le fait de dire malheureusement, d'khalti le terme malheur ou malheur. Chna hiya el ma'sat. Wala chi khoya tu baghi tdkhel kalimat ma'sat f entretien li nta baghi tkun convaincant, baghi tkun positif, baghi marquer l'esprit. Donc, kalimat malheureusement, ma ndi ma ndir biha. Kalimat dommage, ma ndi ma ndir biha. Kalimat échec, ma khassakch tqoulha. D'accord? Les termes ou bien les mots à connotation négative, moi, pour moi, doivent être proscrits, yani interdits. Dialo fnar l'entretien, on har barich ko tqna chi wahed. Mais kish tqna chi wahed ou kdkhel fi lkalam dialek lkalimat silbiya, impossible, ma kdkhlosh l'aql. Donc il faut être objectif, il faut être positif de bout en bout. Achna w lfarq bin le positif ou le négatif? Bin l'optimiste ou le pessimiste? Optimiste متفائل و pessimiste متشائم. ها المثال هذا راه كلكم عارفين هذا المثال ولكن راه قليل راه عارفين المثال ولكن ما تنطبقوش الحياه الواقعيه ديالنا. هذا الكاس دابا اللي قلت لكم واش هذا الكاس عامر ولا خاوي؟ واش كيبان لكم ولا كيفاش؟ كاين اللي غادي يجاوب نصو عامر كاين اللي غادي يجاوب نصو خاوي. اللي جاوب نصو خاوي راه نيجاتيف وسلبي و pessimiste. وبحال هاد الناس هادو ولا كانوا عندكم في لونتوراج اصدقاء بحال هادو حاولوا تبعدوا منهم حيت هادو ما غاديش ما غاديش ينجح هو اولا راه ما ناجحش في حياته كامله ولا بقيتي معاه ما غاديش تنجح حتى انت باغ كونطخ اللي وريتو هادو قال لي راه نصو عامر هاد الانسان يستحق ان يكون من ضمن اصدقائي ومن ضمن معارفي هاد الانسان يستحق الاشاده والتقدير والاحترام بحال الانسان هو اللي خصو يبقى معايا هذاك الانسان اللي غيبقى يطيح لي المعنويات ما عندي ما ندير به هذاك الانسان اللي قال لك حتى الله لا خدمتي ما عندي ما ندير به واخا ما عرف شنو يكون واخا ما عرف شنو يكون اي واحد يطيح مني ما عندي ما ندير به. D'accord, j'espère que Wadhad Noktaed. Yousra et l'Abid donnent-nous une idée sur l'évolution dans un centre d'appel. Donc, si Yousra, il faut savoir que le centre d'appel, c'est parmi les rares domaines, le Maghrib, qui proposent ou bien qui procurent Wadhad l'évolution fluide. C'est-à-dire que, un affichement, j'ai Wadhad Sid, que j'ai vu, j'espère qu'il continue de faire ce qu'il y a d'abord. D'ailleurs, très compétent, Allah Amaradash Barakallah, il est. Il y a 6 mois qui est dans le casque. Au bout du 7e mois, il est devenu mon responsable. Et je l'ai respecté. Wahtaramtu alash kol sba okulni. Kol sba okulni. Mli tdkhol centre d'appel, ma amrak ma tdkhol tqol ana ghandrab shahr nkhrej. Khata. Ma tqolsh ana ghandrab shayrat nshed salaire ma shahr 7 hadi shahr 8 nmshi nghandrab kongi fi Agadir 15 yom ma nrja' shahr 9 nkemmel qraya. Hadi li kti mazal tqra mzyan, ma li kti ma tqrash w qelti hada lfikr, rak nta aslan عاد تخرب قول غادي ندخل سونتر دابي فلان فلاني غادي نخدم في هاد لاكتيفيتي فلان فلانيه وغادي نخدم مزيان و في لي 2 3 برومي موا جو في تو ابروندر في لو ميتي غنولي شادو مزيان لدرجه انني في لو 3 موا نقدر نبدا نعاون الناس اللي معايا والناس اللي الله بادين نقدر نبدا نعاونهم هذه اولا ثانيا ملي كدير هاد لاكتيفيتي ملي كدير تعاون وكدير لاسيستونس كدير تعاون الناس اللي الله بادين tu marques l'esprit les responsables. Ce qui est le Sid, il est autonome et il prend les initiatives. Donc, Sid, je le vois bien en tant que responsable, bien en tant que formateur. Et donc là, tu as marqué l'esprit. Comme ce que tu as fait lors de l'entretien, où tu as marqué l'esprit de le recruteur, essaie de faire la même chose. Bien évidemment, sans compter qu'il faut être assidu. Je n'ai assidu, il y a que le giflox. Mais si je dis ça à l'autre, non, il faut être à l'heure. عندك لا بوزيسيون ديالك تكون مزيانه مقاد فهمتي اش كيقول لك المثل النقاء الداخلي والصفاء الداخلي راه تيبان حتى في الخارج كيبان من خلال الهندام ديالك شنو كتلبس وتيبان من خلال البلاصه فين كتنعس والبلاصه فين كتخدم الا كانت البلاصه اللي كتخدم فيها ديما بيان اونتروتوني مقاده مسيكي ناضي للعيباش البيت كنقي البيرو ديالك نقي راك هذا دليل على انك نقي من الداخل ou tu es une personne ordonnée يعني مرتب حياتك وعندك واحد النظام ماشي هكا تخبط وخبط عشوائي
بحال هاد العيبات هاد لي بيتي ديطاي اي فون لا ديفيرونس اي فون لا ديفيرونس اي نخشي نعاود نقول لك اختي يسرى كوس كوني على يقين الا دفعتي وبديتي بهاد ليطا ديسبري ديال ليطا ديسبري ديال ان كلكان دو فانكور ماشي شي واحد اللي غير كيلعب دور الضحيه وديما خصو يضحى ناري نهضر فيا ناري شاف فيا تشوفها علاش قال لي بحال هكا شي داكشي ما عندكم ما ديروه بهذيك اللي ناري تمنو شاف فيا تشوفها وعلاش انا وماشي الاخرين نو ما تبقاوش تردوا البال لهاد التخربيقاش حيت نتوما ناس كبار ماشي دراري صغار ماشي عندك 6 سنين في لاكريش نو شو اون بيرسون ماجور اي فاكسيني وعرفوا هاد القضيه بنادم الا بغى يقول لك شي حاجه راه يقولها لك راه حيت نتوما ما عندكش السلاح النووي وحق الفيتو اللي غادي تخلعوا به لا كيف ما كنتي راه بنادم غادي يجي عندك وانت حتى الا جا عندك شي واحد وقال لك اون غومارك اللي في الصالح ديالك خصك تقبلها كيف ما قال سيدنا عمر رضي الله عنه لا خير في قوم لا يقبلون النصيحه الا جا شي واحد انسان وعطاك نصيحه بطبيعه الحال باسلوب لابق وزوين وعرف كيفاش يوصل لك الميساج خصك تقبلها عادي جدا دونك اختي يسرى نعاود نكرر الا بغيتي شي ديري ليفولوسيون راه غادي ديريها انا كنظن الا كنتي طبقتي هاد لي تخوا بيتي بوين En, au bout d'une année, deux ans maximum, tu vas atteindre l'objectif, soit de formateur, soit de responsable. Donc, tu intègres la production, la formation, après vous intégrez la production. Fixe-toi un objectif, je veux devenir formateur, ou bien je veux devenir responsable d'équipe. Et tu fais tout pour y arriver. Et tu vas y arriver. Voilà, c'est ça. La théorie, j'ai les ondes positives, il faut vraiment... لا براتيكي ماشي نبقاو نقراو نلوحو في ستوريات راه بنادم حنا كنطيرو في ستوريات عرفتي بنادم كنشوف لي ستوري اللي كيبقى يلوح تنقول هاد الانسان هذا راه بيل غيتس ما يضيمش معاه ميم اللي كتجي تشوفو في الواقع تلقاه لا حول ولا قوة الا بالله داكشي الزواق وباش نبانو على بعضياتنا ولكن لا انا جو بريفير بنادم مابقاش يلوح ديك الستوريات الا ما كنتش غد شي ستوري هادوك لي بروفيرب زوينين ودوك كوتس والعيبات والله الا زعما صراحة نصيحة من القلب ديالي فوت ما تبارطاجيها حيت شنو كتوقع ملي كتبارطاجي كتشوفها اون سكوند فاش كتبارطاجيها كدير لها بارطاجي با كتنسى وشحال من واحد كنعرفو كندينا في الهضره وكنجيبو تنقول ليه شي بروفيرب اللي قريتو عنده هو كوم ستاتو اقسم لكم بالله ما كذبش عليكم تقول لي زوين هاد اللعيبه كنقول لي خويا واحد القضيه اقسم لك بالله حتى هذه قريتها عندك انت تقول لي هذا دليل على اننا ما كنطبقوش داكشي اللي كنستافدو منه وهذا هو المشكل الكبير ديال الكره الارضيه كامل عندنا باجاج في الراس ولكن بور لو ميتر اون براتيك اون لو في با حمزه دات جيت بارك الله عليك خويا الله يحفظك خويا حمزه ميرسي بوكو بور دي زيفور ان كونتورنال او جو سي زونور اختي نور على لي خطيك بوفي فو فير كارير دون لو دومين ايفيدامون خويا بصح بيان ايفيدام سي سكو جو فيان ديكسبليكي على L'entretien, dit son appel, c'est possible. Soulou, la salaire, ben je n'ai rien. Mais si c'est possible, c'est ton droit. Tu poses la question. Arrange-toi. Alors que mais si regarde, tu te sais, on a fait comme quand demander, a fait comme racheter à Taïlia, manège fin bêche. Là, tu proposes ton service. Je suis flan. Moi, je suis flan, ben flan. J'ai had le diplôme, j'ai had l'expérience, j'ai cadre. Je suis rigoureux, je suis dynamique. Je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Je vous propose aujourd'hui. Mes services, parce que vous avez besoin de quelqu'un qui va faire ce travail. Mais bien sûr, je ne sais pas si tu as le droit. Donc c'est ton droit. Que je voulais que tu ne te fasses pas. Tu as un master ou un cadeau, tu as 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 un Non, non. Il faut être raisonnable dans la vie. Recruteur sur l'articulation. Exactement, monsieur Abdrahman, oui, tout à fait, l'articulation. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'articulation et comment bien articuler. Si vous voulez bien, bien évidemment. Il y a un bac plus 2 ou 4 crats en même temps, je vous le dis, mais je vous le dis, je vous le dis, nous acceptons plus les mi-temps. L'IMS, mon époque entre 2013-2014, quand ils ont ils ont dit que حنا اوني با كلير ما شحال من مره فعاوت ما نكون صريح ونقول صراحه نبدا نكذب
وانا كنكذب والاخر تيكذب واحد كيكذب كيجي واحد قاوري كيعرفش المغاربه كيكون اللي عارف علينا حاجه وحده راه المغاربه تيحنسرو المغاربه ما تيوفوش بالوعد ديالهم المغاربه وكذا كذا كذا اي سي 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 مالور حيت حنا ماشي ما فيناش اش خويا شنو نصيحتك الواحد خدام 2000 درهم الخدمه ما مرتاحش فيها نصيحتك ليه باش يبقى خدام ولا يحبس الخدمه ولا يقلب قلبي اختي قلبي قلبي قلب اي واحد الا ما كنتيش مرتاح في شي خدمه وجلستي انجو اي خطوه في حياتك اون جينيرال بصفه عامه بغيتي دير خطوه شد ورقه وستيلو ودير طابلو وكتب هنا على اليمين بوزيتيف وكتب على اليسار نيجاتيف بحال دابا باغي نخدم في الشركه اكس غنكتب شنو هما لي بوان بوزيتيف ديالها وندير لي بوان نيجاتيف ديالها وملي تشوف بوزيتيف كثر من نيجاتيف دير صلاه الاستخاره وتوكل على الله وسير طحن الباغي بان لك النيجاتيف كثر من البوزيتيف اول شوف شي لعيبه اخرى كنتي خدام ما بقيتش مرتاح دير نفس الطريقه بوزيتيف نيجاتيف بحال البيلون اكتيف باسيف انا غدير بوزيتيف نيجاتيف دير الا بان لك داكشي بوزيتيف كثر انك تبدل الخدمه توكل على الله مي نصيحه ما تبدل الخدمه حتى تلقى شي حاجه كيقول لك المغاربه ما تحيد رجل حتى تحط رجل فوالا بوكوا فوز افي نيجليجي مون كومونتير شي شكري رجاء جي با نيجليجي فوتر كومونتير je l'ai pas vu est-ce que tu peux le réécrire s'il te plaît allez chercher je vais négliger ton commentaire et quand tu dis négliger c'est à dire que blani درت انني مبغيش non loin de là ma rama bach li hach kiyjou kitlaou f dqaout tu peux le réécrire s'il te plaît choukri aoudi afak kteb le commentaire hach j'ai pas lu Le secteur se focalise principalement sur l'articulation. Tu peux bien préparer préalablement un entretien, mais si tu as un problème d'articulation, tu risques de rater l'entretien. Donc, un candidat doit travailler sur ce point. Il y a la méthode du silo sur la bouche et c'est très efficace. Exactement, Roy. Exactement. J'allais justement parler de ça. Donc, pour articuler, je dis pas que c'est simple. La langue française. بالمقارنه مع اللغه ديالنا اللغه العربيه اللي كنهضروا بها واللغه الدارجه فيها شي حروف اللي ما عندناش واحد ولد دين الكلب واحد لا ليتر عندهم في الفرنساويه كتكرفسنا حنا المغاربه يلا ليتر او سي سامبل تكرفسنا حيت ما عندناش سي سامبل دونك المغربي غالبا المغاربه وبزاف المغاربه او كيقراها او ولا او الوغ سي او دونك سي نورمال يكون عندنا فيها مشاكل حيتاش ما عندناش اللغه ديالنا دونك سي نورمال هادي من جهه اخرى كاين واحد الحرف اخر حتى هو ما عندناش اللغه ديالنا والله لي تخف في في كوم فاليري ما عندناش اللغه ديالنا كو دوتر لا ليتر بي بي كوم باتريك لا ليتر بي كوم باتريك هاد لي 3 ليتر ما عندناش في اللغه ديالنا سي نورمال ملي كتمشي تقرا اللغه ديال الفرنسيس كتمحنك سي نورمال Comment tu vois le back office, c'est facile. Si choukri, Raja, le back office, c'est très 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 facile, c'est très facile, c'est très facile. Que tu glisses PC, mais tu glisses, fais que tu sèmes le casque. Généralement, tu n'utilises pas le casque. D'accord? Qui joue que des demandes que tu dois traiter. Donc ça dépend de l'activité, le centre d'appel est rachetoune fait ou ça dépend de ce que tu as besoin maintenant. Tu voulais que les gens aient la demande, de la bhalaka, de la bhalaka, de la bhalaka. D'accord, donc c'est pas facile. Mais Raqlil fait qu'il recrute au back office. Généralement, il recrute en interne. Tu connais pas le casque, moi j'ai 12 ans back office. D'accord. Donc il donne un exemple, j'ai CV, j'ai fait beaucoup les centres anglophones, moi qui ai tout. Khoya Youssef Malik, نقدر ندوي لكم على CV en général, mais résumé in English. خونا مش انجليزي انجليزي. نكملوا النقطه ديال l'articulation en France. D'accord, c'est un sujet très important. Donc il faut savoir que dans la langue, il y a ce qu'on appelle la phonétique. La phonétique qui va être la sauce. Je suis un phono, sauce, sauce. Qui est le sauce? Vous pouvez dire le kelma que dire fait l'ahn. Ce qu'on appelle l'intonation. D'accord? Les gens qui ont le Coran dans le kutchev, ce qu'on a تيتعلم القراءات يقول لك هاد الكلمه ولا هاد الايه فيها مد من حركتين مد من اربع حركات مد من ست حركات كاين الادغام افهام كاين التنوين كاين
كاين بزاف قواعد. علاش كاين الغنى؟ علاش؟ حيت سا في بارتي انتيغون دو لا كومونيكاسيون. باش الكلمه توصل مزيان خصها تكون عندها واحد شويه ديال اللحن. حيت ايماجين كتهضر بحال دوك لا ماشين. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de. دابا imagine, تصنت لواحد غير 5 دقائق بحالك. Je me présente aujourd'hui, je m'appelle Karim. J'ai 20 ans, je travaille dans Kada, j'ai Kada. Ouais, imagine, دابا غير imagine واحد غير يهضر معاك بحالك. ولا كي يقول الكلمة كيف ما هو رشقات ليه هو. مثلا position régule la position ou la régule la position. واش à votre avis هذا امر يستقيم لا يستقيم؟ حيت اللغه à la base اللغه مجموعه ديال التوافقات واحد الاتفاق بين الناس الشريحه اللي كتكون داك المجتمع. الفرنسيين بكري فاش قعدوا اللغه ديالهم اتفقوا على بعض الكلمات. وكاينين شي كلمات اللي واخا تيتكتبوا بحال كدا تيتقراو بحال كدا فهم تسطا. ولكن حنا ما سوقناش داكشي كامل حيت حنا اوني با لاكاديمي فرونسيز. ملي كنقولوا لا فام لا فام كتكتب افيك او ما يمجي ما يمكنش تجي انت ولا انا نقول لهم نو سي لا فوم ولا لا فيم ونخرج عينيا نقول لهم باسكو سي ان او اي لو او اون لو برونونس او سي بور سا اون دو دير لا فوم ولا لا فيم. يلا دابا في نظركم واش هاد الانسان عنده الحق؟ ما نضرش عنده الحق، هذا مخربط. ولهذا كيف ما عندهم قواعد في الكتابه عندهم قواعد في القراءه داكور. في لافونيتيك قلت لكم كاين سكون ابل لي سيلاب. لي سيلاب دابا كل كلمه فيها عدد ديال لي سيلاب. بحال دابا مثلا وي سي اون سول سيلاب. كاين وي نون. Oui, faire une seule syllabe. Non, faire une seule syllabe. Mathalan, envie. Le mot envie. Je vais faire une syllabe. En, vie. En, vie. D'accord. Question. Je vais faire une syllabe. Question. Ou bien, question. Tu peux que ça m'a l'ajout ou la t'lèche. Allez, je vais te dire de l'aïba, de les syllabes ou l'aïba. حيتاش مهمة بزاف لا برونونسياسيون. بور بيان برونونسي نامبورت كيل مو يفو سافوار لو سيندي سو فورم دو سيلاب. متافقين؟ داكور. دونك مثلا نيفو نيفو فيه دو سيلاب. دونك انت ملي كتكون باغي تبدا تنطق مزيان مابقاش عندك مشاكل في لارتيكولاسيون اهم شيء شناهو؟ اي كلمه واخا تبان لك صعيبه راه كنعرف شي وحدين كتبان لهم مثلا المهم صحاب سونتر دابيل كاين سكون ابل لو ديلي دو ريتراكتاسيون. دابا لو ديلي دو ريتراكتاسيون شحال واحد ما كيبغيش يقولها حيت فيها ريتراكتاسيون. لو ديلي دو ريتراكتاسيون ديلي دو ريتراكتاسيون 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 هي صعيبه. انا متفق معكم صعيبه وانت كاش كتعنكشني في الايامات الاولى مي باش نوليت كنطقها مزيان شديتها وقرتش باباها مزيان وزعتها بحال اللي كنوزعوا الكرفه ولا الضروبه. كتشدها تقسمها مزيان تقول غي تخا مزيان انا حفظت غي تخا كتا نقول غي تخا كتا غي تخا كتا غي تخا كتا غي تخا كتاسيون غي تخا كتاسيون فوالا هاني لطقتها مزيان. واش هادي صعيبه؟ ماشي صعيب. انا متاكد ماشي صعيب. اي كلمه تتعنكشك في حياتك اخي المسلم اختي المسلمه شدها قردها مزيان وقرا كل جزء على حده ولصق الاول مع الثاني والثاني مع الثالث والثالث مع الرابع واش تبدا تقرا بشويه. وما انت لست مطالبا البتة بانك تهضر بالزربه. شكون عباد الله شي واحد حط عليك السيف قال لك هضر بالزربه؟ شكون هو هذا اللي كيقول لكم هضروا الفرنسي بالزربه جيبوه ليا نتحدى انا وياه؟ ما كاينش. علاش اخويا تلزم راسك بشي حاجه اللي حتى واحد مطلبها منك؟ الفرنساوي براسو اللي غتهضر معاه في الكليان في السونتر دابيل في الكاسك ما غايقولش لك عفاك سي فو بلي مسيو اسكو فو بوفي بارلي بلو فيت نو هادي سي 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 اور دو هادي امبوسيبل. بنادم يقدر يقول لك سي فو بلي مسيو اسكو فو بوفي بارلي موان فيت مي بلو فيت نو سا سير ا ريان دو بارلي ترو فيت سا سير ا ريان. حيت نعاود نكرر اهم شيء في لا كومونيكاسيون سي ديتر كومبري سي كو مون ميساج اريف بيان او ديسيناتير. Si jamais je balance des trucs ou des onomatopées
وبنادم كيسمع ولكن يسمع وما كيستقبل حتى شي معلومه دونك سا سير ا ريان داكور فهمتوني دونك كاين هاد اللعيبه هادي وهادي جو بونس غادي تحل لكم 80% ديال المشاكل غادي خشي وخويا اللي كيتصنت ليه دابا الكلمات في الفرنس اللي تيعنكشوك في حياتك ودير لك قوقه هادي اللي كنتي عارفهم الا كنتي ما عارفهمش هادي حاجه اخرى نديرو نتبازو على انك عارف الكلمات اللي معنكشينك غتشدهم ديرهم في واحد الورقه تقيدهم كلمة الاولى كلمة الثانية كلمة الثالثة وغتشدهم غدير لهم اللعيبة ديال لي سيلاب شد كلمة تقسم ديرها السط السط تقسم على جوج على ثلاثة على أربعة ماكسيموم جوج ثلاثة أربعة كتقرا الجزء الأول وكتزيد مع الجزء الثاني كاين اللي مثلا تجيكم غريبة كلمة سينما ما كينطقهاش تيقولها سينيما ألوغ سي سينيما تشدها تقسمها دونك مزيان هنا جاوبتكم على الشطر الاول ديال السؤال الشطر الثاني ديال السؤال كيبقى فاش في لارتيكولاسيون كيفاش نخرج كل الصون من فمي دونك لي فرونسي عندهم 6 ديال لي فوايل 6 حنا في اللغه العربيه عندنا الفتحه عندنا الكسره عندنا الضمه عندنا الشده عندنا السكون عندنا الادغام عندنا التنوين هاد اللعيبات ما عندهمش هما سي بور سا كو خصنا الى بغينا نفهموا اللعيبات ديالهم هما مش كيقولوا او غادي تدخل او تيدير بحال هكا كيرسم او بفمه تقدر تضحك ولكن راه هادشي اللي كاين راه ما نزيد والو راه هادشي اللي عطى الله هو دونك او كيخرج بحال هكا او دونك خصك ترسم او في شلاقمك تعرفوا ديروا الداك فيس وما تعرفش تخرج الاو مشكله دونك او هي او 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 كاين او كتزيد صغر كدير بحال الاو بفمك وكاين او وكاين اي اي كدير اي وكاين اي اكسون او اكسون اي ا فوالا سهله سي تري سامبل ماشي شي حاجه اللي صعيبه راه هادشي راه قريناه كاملين فاش كنا في الاقسام التحضيريه داكور بقاش في دوك لي فواي اللي معنكشينك دير معاهم الخاطر الا مازال الا انت بالنسبه لك تنطق مزيان وكاين شي وحدين ديجا صحوا لك راه دار معاك مزيان اش غادي دير غدير بحال اللي داير انا دابا دير لايف دير حتى شي نهار شد التليفون وحط وسجل راسك وبدا تهضر حاول تقرا ان تيكست ولا حاول تقرا هذوك لي تيرم اللي معنكشينك في حياتك ودير لك قوقه حاول تقراهم ملي غادي تقراهم غيكون عندك لافونتاج ديال انك عرفت شي في كاين المشكل داكور بحال دابا كنعرف بزاف الناس الاي والاي كي دير لهم الشاكي لاكي بحال نيجاتيف تيقولها نيجاتيف دونك هو بالنسبه ليه ما كيغلطش حيتاش المشكل اللي عندنا حنا في التركيب الذاتي ديالنا كبشر انك صعيب باش ترد البال لراسك فاش كتكون كتغلط باغ كونطخ ملي تيكون اون بيرسون تييرس شخص اخر هو اللي يقدر ينبهك الا ما كاينش هذا الشخص الاخر اللي يقدر ينبهك وعلما ان بزاف الناس ما كيرضاوش كي سو فاس كوريجي باغ دوطخ بيرسون علما ان راه ما فات شي باس خاصه اللي كان داك الانسان عزيز علينا وباغي لينا الخير خاصك تسمع النصح ديالو ولا كان كيفهم احسن منك راه ما فات شي باس الا ما كنتيش انت راسك قاصح وما باغيش تستافد وما مخلي حتى شي واحد يصح لك سجل راسك ولكن راه كنخاف انك واخا تسجل راسك ما تردش البال الاغلاط اللي كدير وهادي غنراه شي ما درنا ولهذا حاول ما امكن شوف شي واحد اللي يوقف معاك على لا برونونسياسيون ما فات شي عيب ما هو اثنان لا يتعلمان المتكبر والمستحي او الخجول المتكبر والخجول هادو ما عمرهم ما غيتعلموا الا كنتي متواضع غادي تتعلم تعرف الكلمات الا كنتي كتنطق نيجاتيف هي الوغ سي نيجاتيف غادي تسجل راسك غتعرف شنو هما المكامن الخلل ديالك هنا غادي يولي عندك مشكل فين في لي جو وفي لا ماشوار وفي لي ليفغ دونك هنا خصنا نديرو واحد لي زيكزيرسيس بور بيان ترافايي لا ماشوار احسن اكزيرسيس هو هذا لو سيلو كتشدو كدير ليه بحال هكا هنا غتولي بحال ديك العود اللي داير الجام وكيما تضحك كتحاول تقرا غتقاو بان صعيب بزاف تقرا بهذه الطريقه هذه ولكن هذه الطريقه هذه فعاله ومجربه 100% داكور دونك اون فاي سي دو لير ان تروك بغيت شي تريكس ما لقيتش نشوف شي واحد
Pour bien maîtriser le sujet, il faut s'entraîner à parler lentement. Faire des pauses, bien structurer le texte. Essayer de parler en public sans enjeu, sans enjeu. Regarder l'ensemble des personnages, trouver une personne sympathique, utiliser le langage corporel. Ah, on nous livre un joker. D'abord, tu as écrit le même texte, les crédits de stylo. علاش حيت درتي لراسك واحد الصعوبه دابا ملي غتقرا بيان ميتريزي لو سوجي سونتريني اون بار ا بارلي لونتومون فير دي بوز بيان ستركتوري ايسيي دو بارلي اون بوبليك سان انجو ريغاردي لونسومبل دي بيرسون جي في لو ميم تروك لو ميم تيكست افيك ستيلو اي سون ستيلو افيك ستيلو اي سون ستيلو هاد ليكزيرسيس ايل تري افيكاس تري افيكاس تري افيكاس وبداو ديرو فاس ا اون غلاس فاس ا اون فيتر مقابل مع مرا علاش تقدر تجيك حامضه تقول اش كيخربق اش كيرقع تخينا هذا لا صحاب السبور صحاب الرياضه بعد خطراش كيبدا يجري 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 واحد لقيتو كيقول دابا انا نقدر نجري 700 كيلومتر ما نسخفش اش كيدير كيدير التقالات في رجليه وفي يديه وكيلبس واحد الصاك فيه التقاله وكذا وكيبدا يجري ديك الساعه كيحس براسو جرى ودار ايفور ومن بعد كيحس براسو ترينا مزيان علاش لان الطاقه ديالو ولات مجهد علاش حيت كدير راسك واحد ليفور دو بلوس ليفور دو بلوس Donc, ملي كتريني بان ايفور افيك ان سورپوا نهار كتحيدو كتلعب بطلاق تخيل معايا انت غادي تلعب ماتش ديال الكره 90 دقيقه ياك ماشي وحدين اللي كيترينو نورمال ولكن انت كتريني بالثقالات في ظهرك وفي رجليك وفي يديك كتلعب ديما ماتش ديال 90 دقيقه نهار غتحيد علاش غدير ليهم غدردك عليهم مزيان غضرب عليهم 70 دوره وغضرب 600 كوت سيزو اللعيبات واش غضربها من السير اكثر انت باقر سي نورمال علاش حيتاش tu t'es exercé ou tu t'es entraîné dans des circonstances extrêmes. Donc, il s'agit tout simplement de faire le même truc. Dans le premier exercice. Le deuxième exercice, c'est comme ça. Comme ça. Et tu essaies de lire. Tu essaies de lire, bien maîtriser le sujet, s'entraîner en parlant lentement, faire des pauses bien structurées. Et tu essaies de lire le même truc. Bien maîtriser le sujet, s'entraîner en parlant, faire des pauses. تخوازيام اكزارسيس ما نقدرش ندير لكم سيمولاسيون ديالو حيت غادي تحتاج خمسه ديال الميكا ديال بوبالو ديال مسكه بوبالو و 700 كلوريس و 300 تريلو جو دي نابورت كوا مي عمر فمك بالشوينغوم مزيان وشد داك الشوينغوم اللي فهمتي اللي تتندغ ويندغ وعمر فمك مزيان وبدا تقرا حيت توجور دون لو ميم برينسيپ سي دير واحد ليفور دو بلوس فمك la mâchoire ديالك في لي جو ديالك في العيبات pour pouvoir bien articuler il faut savoir bien articuler le français هادشي اللي كاين شي حاجه اخرى الله اعلم يقدر يجي عندك شي واحد يقول لك اه بغيتي تتعلم تهضر بالفرنسي غتمشي عند سيدي عبد الرحمن وتاخذ سبع موجات وغدير معاه ورقه السدر الازرق وغادي تاخذ زغبه الفارليشيم وغتولي تتبلبل بالفرنسي كاين اللي يقول لك هادشي وسير جرب ما غاديش تعلم بغيتي تعلم راه هادشي اللي كاين لا سوليسيون ميراكل اللي كيقلب على شحال واحد ما كايناش ديال نعس بفيق نولي انا جون كلود فرانسوا نو ما كايناش بغيتي توصل شي حاجه خصك تضرب على شويه تمارين سي تو طافي نو وهادشي من سنن الله في الكون باش توصل لواحد النيفو خصك تضرب تماره باش توصل ما يمكنش توصل وما درتي حتى شي مجهود ما يمكنش ونفرض جدلا انك وصلتي لذاك المستوى بدون مجهود ما عمرك غتكون راضي على داشك غتكون دائما عايش واحد الصراع داخلي لانك عارف راسك في قراره النفس ديالك انك لا تستحق وهذا هو اللي عند معظم المسؤولين عندنا في البلاد عارفين راسهم انهم ما يستحقوش المسؤوليه وحاطين راسهم تما ولهذا تيكونوا عايشين اضطرابات نفسية ومحاملينش راسهم ومشاكل وحالتهم قميجة كتبان لك مهشكرة وهذا ما فهمتش علاش حيتاش ما يستحقش تو سامبل دونك إلا بغيتي أخي أختي توصل ضرب شوية تمار ماشي صعيب بزاف مي يلفو إتخ ريغولي في ليكزارسيس حاول هادشي ديرو كل ليلة سهلة أختي ملي تبغي ديري دي ماكيون بالليل بونس أفيغ هاد ليكزارسيس سي تو فو أميليوري تا برونونسياسيون Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de truc magique. En tout cas, je vais vous dire que je ne sais pas le français. Ou je ne sais pas. Mais quand je sais ce que je sais, je vais vous dire. Je vais vous dire. Et je vais vous dire.
إلا البلاغ. كنشكركم بزاف خويا عبد الله، خويا تحياتي. نهار كبير هذا خويا، داركي خويا، خويا ماشي سكريبت ديال التليكونسي خونا كيشبه خراق نار. ياك اخويا لو راك نار الله يحفظك. كانت كدير القنديل اللي تقبلش ماجو غير بوست انجلوفون. داكور، دونك كاين دو كيسيون نحاولو نجاوبو عليها ان شاء الله في لو لايف بروشان. دابا راه 11 الليل هادي، صراحة ما كنسخاش بكم، والله ما تنسخا بكم. اليوم كان كنت باغي نبازي سورتو سور تو سكي برونونسياسيون، حيتاش سي تري 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 امبورتون اي سي بريمورديال بور بوفوار سو ديماركي لور دو لونتروتيان بور بوفوار ديكروشي لو جوب. بار لا سويت نقدرو نهضرو على موضوع اخر. احبكم في الله، كنشكركم، والى لقاء اخر باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.